كنا متوقعين طبعا نجاح، بس ما كانش نجاح بالصورة المبهرة ديت. انما فعلا تعبنا ومجهودنا وحبنا لبعض هو اللي طلع الصورة دي. الناس كانت زعلانة منك في رمضان عادي جدا، يقول لي ربي عيالك، ويقول لي يا عم ده الدهب، خليت الدهب، وانا ما عملتش كل ده والله المخرج ولا عم. لا بس حالة حلوة قوي شفناها بينك محمد رمضان، فحضرت الموضوع ده ازاي؟ لا ده دراسة بقى وجهد وخبرة سنين، الحمد لله ان احنا وفقنا. في ناس كتير قالت يعني الناس يعني ان هي اتغيرت، لان احنا كان لازم نخفف وطئه التعب اللي الناس كانت بتجري ورانا وتنهك 29 حلقه، فكان لازم بقى تهدى وتضحك شويه وناخد حكايه بهزار عشان ما حدش يقول ايه انتوا نكدتوا علينا، انتوا الواد انتوا مش عارف جرى له ايه، انتوا عملتوا كده ليه. لا احنا يا جماعه قدمنا عمل درامي الحمد لله وصل للناس كلها، نجح وشكرا لك. هنشوف فيه جزء تاني في جعفر عمده؟ والله ربنا ييسر، احنا اي حاجه هنلاقيها في مصلحه المشاهد ومصلحه الدراما هنعملها. عايزين نعرف الشيخه دي اسمها ان بنتك هي اللي اختارت. هي بنوتي حبيبتي، بنت هي كل حاجه، ربنا يخليك. كل حاجه جالك التعليقات ازاي بقى عند حماده ربي عيالك ودلال الحقيقيه بخلص على السوشيال ميديا الحمد لله.